فكلنا نمر بهذه التجارب وننكسر، واحيانا نتقدم. كنا يعني انا كوسيم يوسف وانا كان حالتي ميسوره، فقير. بقول لك قصه، اذكر اني تقدمت لوحده كانت يعني هنا في عندنا في الامارات، كنت انا اسكن يعني فقير في غرفه وكذا، وتقدمت لوحده كانت هي ساكنه على البحر. تعرف يعني وش شقه بلكونه على البحر؟ نعم، يعني غاليه. فجلست اول اشوف كلكم يخرب بيت عدوكم ذانكم هالطول. المهم اول ما جلست قالت لي كم راتبك؟ بعدني ما شربت الشاي قالت لي كم راتبك؟ قلت لها راتبي ضروري؟ قالت هي طبعا ضروري. قلت لها راتبي 3000 درهم. قالت لي انا قصت سيارتي 3000. تدري مثل واحد صفعني؟ قلت لها ان شاء الله. المهم نزلت من البيت، نزلت، كان هم على مصعد، نزلت من البيت. بعدني بفتح السيارة، أبوها رغم أبوها يعني هو اللي شجعني تقدم، وأنا قلت له ما أقدر لأن أنا فقير. بعدني أفتح في السيارة، طن وصل لي مسج، بعدني أنا نزلت من البيت عندهم وصل لي مسج. أفتح المسج، للأسف ما في نصيب. زين انتظروا لباكر، قولوا صلاة استخارة مرتاحت، ها انتظروا أشغل السيارة وأمشي، أقول فكرت. فذاقت يعني شعرت ان المال هو الذي يتكلم وليس الخلق ولا الدين في زماننا. ضاقت بي الارض، عرفت؟ ورايت ان اصبح النساء اهم، المال يتكلم معك، مال انت تسوى. فهذا النظره السوداويه مررت بها وانا شاب. لكن اريد اعلمك شيء، هذا لازم تمر به وانت شاب. فلا تقول انا اذا ما تزوجت بترهبن. حنا كثير قلنا اذا ما تزوجت فلانه ما اريد اتزوج، قلنا هذا الكلام، لكن نكتشف بعد ذلك أننا كنا فينا عنصر الاندفاع. لا أنكر وجود حب، فاهم علي؟ لا أنكر وجود حب، لكن أصبحت قاعدتي لما كبر سني، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي سفن. نحن لسنا في الجنة لهم ما يشاؤون فيها، حين تحبها وتريدها، بس الأعراف والتقاليد والجهل يدخل ويحول بينك وبينها. فإذا قدر الله تكون لك فبها ونعمت، وإذا ما قدر فرض بقضاء الله وقدره، وقل يا رب زوجني خيرا منها. علمت؟ على فكرة ما قبل ما أنطلق بقول لك حاجة، الحب ما هوش حرام. لا 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 لا، بقول لك حاجة علي. قيل حتى ما يأتون الظلميون، شوف يستدل وحسبنا الله عوسيم. قيل أن علي تقدم لامرأة فرفضت، فلما خرج قال اللهم زوجني خيرا منها وزوجها خيرا مني. فالمرأة تزوجت محمد صلى الله عليه وسلم، هي لم ترفضني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو تزوج بنت محمد. فثق بقدر الله، حتى لو لم رفضتك وأحبتك وأردت، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. خلها قاعدتك في الحياة ابني، لو حنا كل شيء نريده نحصله ما نموت. أول شيء نتمناه إن ما نموت. لو كل شيء حنا نريده نحصله حنا في الجنة، والله من حكمته لا يجعل الدنيا تنافس الجنة، لهذا جعل فيها الشقاء والنكد والتعب، وليس كل ما نتمناه ندرك، لنعلم نعمة الجنة إذا دخلناها. علمت يا عصام أو عاصم؟ فأنت ارضى بقضاء الله وقدره. أنا بتصل لك به، وإذا قدر الله شفته هين لين عسى الله أن يقضي أمرا كان مفعولا، وإذا ما طاع وعاند فأنا أقول لك يعني اسلك دربك. ما يعتبر ظلم هذا يا شيخ؟ عاداتنا وتقاليدها 90%، عاداتنا وتقاليدنا 90% منها ظلم. ديننا عدل، منهجنا اللي احنا نمشي به ظلم. منهج بعض كثير من الظلامين والمشايخ ظلموا المرأة قبل ما يظلموك. تعرف ان احنا مناهجنا الدينية كثير منها، ولا اقول الاسلام، مناهجنا اللي احنا تبنيناها للاسف 90% منها ظلمت المرأة، جعلتها متاع، جعلتها فقط للحاجة الجسدية، وحبستها في منازلها. حتى التجارة حرمت عليه، كل شيء حرمت عليه. وخديجة كانت تعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري العطر من الصحابيات يفترشن الأرض عطور. فمناهجنا الدينية ظلمت المرأة. فالآن إذا كانوا استغلوا الدين لظلم المرأة، فكيف العادات والتقاليد؟ ما تظلمنا؟
صح يا عاصم يا عصام؟ فانا انا اسال ربك ان يربط على قلبك، لكن انا بكلمه خلص وتوكل على الله. عرفت؟ شكرا يا شيخ. خذ اعطي رقمك. انت من متى تحبها؟ من 9 سنين. كم عمرك انت؟ 27 سنه. وانت 17 سنه تحبها يا بعد قلبي؟ من ايام حلو حب الاطفال الشباب يا سيدي. انت فتحت مواجع حسبي الله ونعم. خذ رقم، خذ